السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سامي السويدي. في هالبودكاست بعرض عليكم جدول الترتيب وتوقعاتي للجولة العاشرة من بطولة دوري أدنك للمحترفين. أول شيء ببدأ التواصل الاجتماعي، تنبيه اليوم سنشهد مفاجأة الجولة العاشرة، وحدة بيقدم أفضل مباراة في هذا الموسم. الليلة ستكون ليلة الخسارة الأولى للمتصدر، الجولات التي تليها ستكون ليلة سقوط المتصدر. هارد لك مقدما يا إمبراطور، وأنا عرضت قبل وعلقت هل سيكسر الغصن. بالعكس نحترم كل أنديتنا بالتوفيق، أكيد كل واحد يتمنى التوفيق لفريقه ويتمنى تعثر الفرق منافسة. فأنا عن نفسي أتمنى التوفيق لزعيم الكرة الإماراتية، وإن شاء الله نبقى في المنافسة وإن شاء الله نتصدر في الجولات الجاية. الوصل في هالموسم قدم نتائج ومستويات طيبة للحين، ما خسر بعد مرور 9 جولات. هالجولة بيواجه الوحدة، وبعد شوي بعرض عليكم توقعاتي للجولة العاشرة. قبل ما بعرض عليكم التوقعات، خلونا نشوف البطولات اللي ينافسها العين في هالموسم. العين ينافس على 4 بطولات، الحمد لله وصيف الدوري، صعد لدور الأربعة لكأس مصر أبو ظبي الإسلامي، وبيلعب ضد اتحاد شلبة. ومباراتنا الجاية أو باكر إن شاء الله راح نلعب ضد اتحاد شلبة خارج ملعبنا. ودوري أبطال آسيا الحمد لله تأهلنا دور 16، وإن شاء الله في الأيام الجاية بعرض عليكم أجندة الزعيم، بتكلم بشكل أكثر عن مباريات العين للبطولات المحلية والقارية. لو نشوف جدول مباريات نادي العين بعرض عليكم بألوان مختلفة. العين بعد 17 جولة أو 17 مباراة في هالموسم في مختلف المسابقات، العين فاز في 14 وخسر 3 مباريات، مقدم نتائج طيبة. عن بطولة الدوري، العين في المركز الثاني فارق 5 نقاط عن المتصدر وصل، وفي مباراة مؤجلة بسبب مشاركة العين في البطولة الآسيوية. العين عنده مباراة ضد خرفكان في ملعبه، والشارجة ضد شباب الأهلي، هذه المباريات مؤجلة وإن شاء الله راح تلعب بعد الجولة 11. عن مواجهات المتصدر والوصيف، في مباريات صعبة للفريقين، وعندنا مباراة مؤجلة ضد خرفكان. ففي حال فوز العين في المباريات الجاية، حاليا 18 نقطة، لو العين فاز في الخمس المباريات الجاية من ضمنها المباراة المؤجلة، فبيوصل ل 33 نقطة. الوصل حاليا ب 23 نقطة، عنده 4 مباريات، مباراة ضد الوحدة خارج ملعبه، شلبة في ملعبه، شباب الأهلي خارج ملعبه، النصر في ملعبه. ففي مباريات صعبة واتوقع في خسارة نقاط. نفترض لو الوصل خسر 4 نقاط، العين إذا يبغي يتصدر أو يكون بطل شو اسمه موسم الشتاء أتوقع أو الدور الأول، علينا يفوز في المباريات الجاية، خرفكان في ملعبه، اتحاد شلبة خارج ملعبه، الوحدة في ملعبه، البطايح خارج ملعبه، الجزيرة في ملعبه. فعندنا مباريتين قمة ضد الوحدة والجزيرة في ملعبنا، وإن شاء الله نطلع بالعلامة الكاملة. بنلعب مباريتين قمة في ملعبنا ضد الوحدة والجزيرة، وإن شاء الله نستغل عامل أرض الجمهور. أتمنى هالسيناريو أن الوصل يتعثر، وإن شاء الله العين يفوز في المباريات الجاية. عن توقعاتي للجولة العاشرة، مثل ما شايفين هذه مباريات الجولة العاشرة اليوم راح تلعب 4 مباريات، الجزيرة وعمان، بطايح بنياس، شباب الأهلي الإمارات، الوحدة الوصل، وباكر إن شاء الله 3 مباريات راح تلعب خرفكان والنصر، حتى الشارجة، اتحاد شلبة والعين. فتوقعاتي لمباريات الوحدة الوصل واتحاد شلبة والعين، أتوقع تعادل الوحدة والوصل وفوز العين. فبالتوفيق للعين وإن شاء الله فانا الفوز في هالجولة، وإن شاء الله نتقارب أكثر من متصدر. ألتقي بكم إن شاء الله في فيديوهات الجاية، في أمان الله.